عطلة صيف المتنفس الذي ينتظره العديدون على مدار السنة تكتسي هذا العام طابع الالتزام بالتدابير الاحترازية مخافة انتشار الفيروس التاجي. هنا بالجهة الشرقية المصطفون من مختلف مناطق المملكة قدموا بغية قضاء أوقات من الراحة بعيدا عن ظروف الجائحة، لكن الحيطة والحذر واجب. مع عدد الحالات اللي تتزاد هذه الساعة من الأحسن الواحد يدير هذا الاحتياط دياله. احنا كنا دايرين القمامات الأطفال تهما والتباعد وكاع لي كونسين سانيتير اون فالي ريسبكتي ان شاء الله. كاين الانسان خصو يدير الاحتياط، يدير القمامة، يدير شوية ديال التباعد. هادشي مهم، يعني الانسان خصو يوفق ما بين هاد المتطلبات ديال هاد الأزمة الصحية وما بين المتطلبات ديال الإنسان خصو السياحة تخدم. داروا لنا تقيمة الأولوية، عطاونا لي بافيت ديالنا، داز داكشي مزيان الحمد لله، كاين تباعد، كلشي بعيد على الآخر. السعيدية، هذه المدينة الساحلية شرق المملكة تعد منطقة جذب للراغبين في قضاء العطلة بين أحضان شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ما يضمن أوقات ممتعة بمدينة ألفت صيفا صاخبا. الوحدة الفندقية ديالنا المتواجدة بسعيدية هي منخرطة تماما في هذه الإجراءات، وكتعمل على أنه يكون احترام التباعد الاجتماعي، على الكمامة، على تعقيم اليدين، تعقيم الأمتعة، باش السيجور يدوز في أحسن الظروف. كنحرصوا على الوقاية مستمرة من أجل الوقاية المستمرة باستعمال التحاليل الإخبارية. من خلال هذا البروتوكول كنحافظوا على أنفسنا ولا أنفس الغير. الشباب سواء شاب ولا كبير ولا صغير يدير الفاكسان ديالو. دونك انا ننصح اللي ما دارهاش غير يديرها، لان انا درتها، ما نتكلم عن نفسي وعلى الاخوات ديالي كاملين داروها والخواتات ديالي كلشي دارهم الحمد لله ورحنا مزيانين. بين الرغبة في الحصول على عطلة مميزة والخوف من إصابة محتملة بالفيروس، ما على المصطافين إلا الالتزام والوعي بالتدابير الاحترازية للوقاية من الكوفيد 19.